مرحبا الشباب، يعطيكم العافية. معكم جاك سرياني من ميوزك جير. اليوم رح نحكي بالفيديو عن طريقة إذا واحد بده يسيف، يعمل لود أما سيف أما يعمل كوبي. يعني كل شيء موجود بالميديا، بس إنه مفصل أكتر، لأنه في كتير شباب بحبوا يعرفوا كيف يعملوا سيف لبرنامجهم أما يعملوا باك أب. أوكي، نحن بنفوت على كبسة الميديا. في عنا load, save, copy, delete, format, utility, USB. load نحن إذا بدنا ننزل برنامج، تنفترض بدي أنزل set مسميه أنا مثلا هذا الفايل، بدي لوده، فيني أعمل له load كله، وفيني فوت على قلبه open، فيني لود محتوياته. هذا set نحن بس مسايفين منه sound و style. افتراضا بدي لود الستايل، بكبس على الستايل اوبن وهو موجود، فيني موجود على اليوزر 1. فيني انا اعمل لود لكل اليوزر ونقي وين بده ينزل باي يوزر. يعني اذا كبست لود فيني انا هون نقي وين بده ينزل باي يوزر. هلا ليه ما بين غير لوكيشن؟ يعني ليه ما بين الفاكتوري وليه ما بين اللوكال؟ لانه ما عمل لهم بروتكشن. اوكي، البروتكشن اكيد سبق وحكينا فيها من قبل بغير فيديوهات. البروتكشن بتكون بالجلوبال مود بريفرنسز ميديا، من قيم الفاكتوري، من قيم البروتكشن على الفاكتوري، وممكن يكون محطوط ميديا اما شيء تما حدا يلعب بالسيتنجز. اوكي، اذا امتى انا من الفاكتوري ورجعت رحت انا هلا على الميديا وفت اعمل لود لليوزر 1 سيت اللي معي اياها، بكبس لود، بنلاحظ انه فتح لي كذا بيج اللي هن الفاكتوري واللوكال واليوزر. اكيد ضمنهم افتراضا انا بدي انزل على اليوزر 12، هذا اليوزر مثل ما هو، بكبس اوكي، ار يو شور؟ يس، بلود لي هون على اليوزر 12. بروح لهون على اليوزر، هاي الفاكتوري، لوكال، يوزر، بروح على 12، بيكون نزل لي هون هو على 12. اوكي، هلا في حال بدي انزل ايقاع، انا مش ما بدي كل الايقاعات، ميديا يوزر اوبن، بنبينوا عنا الايقاعات. بدي انا الانترو تنفترض لود، بعمل سيلكت وبنقي مطرح ما بدي، بيفتح لي هو اللوكيشن وين بدي انزل انا الايقاع اللي بدي اياه، على الفاكتوري على اللوكال اما على اليوزر. فيني مطرح ما بدي، حتى بيعمل اوفر رايت. يعني اذا انا باليوزر عندي هون ايقاع، فيني نزله هون فوق مثلا الانترو ليلة ورا ليلة، فيني نزله هون. اوكي، فهذا الشيء بيرجع اكيد لكم انتم لبرنامجكم، بتلاودوا مطرح ما بدكم. افترضنا هون نلو اوكي، بينزل ايقاع هون على 12. هيدا بالنسبه للايقاع. هلا افتراضا في معكم برنامج فيه يوزر، هلا هيدا ما فيه يوزر، بدي اشوف اذا معي مثلا هوني. اوكي، تنفترض مثلا هذا برنامج فيه مالتي سامبل بي سي ام، يعني ساوند اكيد فيه. اذا بنفوت على الساوند على اليوزر 1 فينا نلوده كله كمان، اما فينا نلود يوزر. اوكي، يعني فينا نلود بقلب الساوند يوزر 1 لوده كله على اليوزر 1 اما على اليوزر 2، نحن بنقي وين بدنا. اما فينا نفوت open بقلبه كمان ونلود اليوزر اللي بدنا اياه، مثلا مستعملين هذا بايقاع ما هذا بايقاع، بنلوده وبينزل هذا الصوت مثلا. اما بدنا مثلا درام كيت لكرمال الايقاعات، بننزل لتحت بنلاقي انه عندنا يوزر 1 2 3. اوكي، يوزر درام كيت 1 فينا نلوده كله كمان، اما كمان فينا نلود واحد واحد، هيك فينا نحمل حسب نحن شو بدنا لاي ست وكيف ليه. هيدي بالنسبة لللودينج. هلا بالنسبة للسيف، من بعد ما نخلص برنامجنا وظبطنا فيه وخلصنا كل شيء، بدنا نسيف برنامجنا كله دوت سيت. دوت سيت يعني عم بيسيف كل الأورج، كل محتوياته، أكيد بيقيم كل شيء. إذا قايمين البروتكشن أهم شيء، ليسيف لكم الجلوبال ويسيف الوان تاتش ويسيف يعني البرنامج كله، بدنا نكون قايمين البروتكشن أكيد. بنقول له سيف وسيف تو، فينا ننقي دغري على USB اما على الديسك، بنقول له نيو سيت، بنسميها السيت اللي نحن لنا خاصه. اوكي، ويمشي الحال، بكون سيف نحن دوت سيت.
في حال بدنا نسيف ايقاع اما صوت اما جلوبال اما شيء كمان كذلك الامر اللي بدنا نعمله هو بنفوت بدل ما نعمل سيف اول لا بنفوت على اول اوبن فينا نسيف جلوبال فينا نسيف الجيتار بريسيت فينا نسيف الكيبورد سيت يعني اللي هي الوان تاتش فينا نسيف باد سونج ساوند فينا نسيف اللي بدنا اياه بس انتبه هون في حال ما نسيف الساوند وفتنا على صوت واحد ما بيسيفه مع البي سي ام تبعوله اوكي يعني بتكونوا عاملين سيف اول تيسحب البي سي ام معه تيسحب السامبلر اللي معه فينا نسحب ايقاع واحد مثلا ايقاع اوبن تنفترض ما بعرف في بانك 10 بدنا ايقاع تنفترض هيدا الزوري ام جي 2 بدنا اياه فينا نسحبه لحاله اما فينا نسحب معه كذا ايقاع بس اكيد ايقاع ايقاع عم نسحب سيف هيدا كمان نيو سيت فينا نحط على يو اس بي اما نيو سيت بنسمي السيت دوت سيت بنسمي انه هيدا مثلا ستايل بس بنقول له اوكي اوكي بيسيف لنا بس هيدا الايقاع هاي بالنسبه لل دوت سيت بس برجع بقول لكم بدنا نكون قايمين الاهم شيء البروتكشن الموجوده بالجلوبال مود بريفرنسز ميديا يكون مقيوم البروتكشن تيسحب لنا كل شيء بالاورج هلا في حال بدنا نعمل باك اب وتنقول نحن دوت بي كي بي يعني باك اب يعني بيسحب لنا الاورج لو نحن عاملين بروتكشن بيسحب لنا كل شيء من الاورج هي موجوده باليوتيليتي يوتيليتي اول وحده فول ريسورس باك اب فول ريسورس باك اب يعني بيسحب كل شيء بيسيف كل شيء بقلب الاورج يعني اذا بدي برنامج هيدا مثل ما هو كله بدي اسحبه وخليه عندي باك اب في حال انا عزته بس علي كل علي انه روح ميديا يوتيليتي اول وحده فول ريسورس باك اب بنقول له اكزيكيوت وبنسيف وبنقول له باك اب وتنقول له باك اب بقلنا اوكي فينا نسميه ونقول له اوكي وبيمشي الحال هيك بيكون صار عنا باك اب لبرنامجنا في حال بدنا نرجع نلوده كل علينا بدنا نروح على الريسورس ريستور تاني وحده اكزيكيوت احاول يرجع ببين كمان لانه هيدا انا مسيفه قبل ونقول له ريستور وبينزل مثل ما هو الباك اب الاختيار الثالث هو الفاكتوري ريستور فاكتوري ريستور يعني بيمحي كل الاورج بيرجعه مثل كانه كان مثل الشركه يعني اوكي لكن من بعدها عرفنا الفاكتوري ريستور في عنا الكوبي اذا بدنا ننقل شيء من يو اس بي نحط على يو اس بي من شيك يو اس بي من ورا نكبس على اللي بدنا اياه مثلا بدنا ننقل بي اي وهيدا مثلا دوت سيت بدنا ننقله نكبس عليه بنحط كوبي 2 سوري كوبي 2 وهو تلقائيا بكب اذا حاطين يو اس بي بيفتح لنا هون يو اس بي ونقول له كوبي بينقل بالنسبه للديليت اذا بدنا نمحي شيء موجود على الديسك اما على اليو اس بي كل الفايلات بتبين بالديليت اوكي اي فايل بدنا اياه بيبين عنا اللي ما بيبين باللود بالسيف يعني الام بي 3 ما خاصه باللود اما السيف ما بتبين الا على الديليت اما على الكوبي بدنا نمحي هيدا مثلا تيك 1 ام بي 3 ديليت اوكي بينمحى فورمات فينا نعمل فورمات للديسك اما لليو اس بي في حال ايام علقت اليو اس بي ما عم بيشعل اور كل اللي علينا نعمله نحط اليو اس بي ونعملها فورمات من هون بننقل اليو اس بي اكزيكيوت وبفرمت اليو اس بي بالنسبه لليوتيليتي فصلنا عنهم ثلاث اختيارات عندنا اليو اس بي اليو اس بي هي كنايه اذا واصلين نحن تي او جي واصلينا من ورا يو اس بي على البي سي فينا نشوف الاورج مثل ما هو اذا ما معنا يو اس بي فينا نوصله دغري على الكمبيوتر من كل اللي علينا نعمله نقول له انيبل ننطر شوي بيتعرف عليه الكمبيوتر بالكمبيوتر بيشوف الديسك اللي موجود تبع البي اي 1000 فينا نمحي فينا نعمل ديليت كوبي فينا ننقل فايلات عليه نعمل اللي بدنا اياه بعد ما نخلص اكيد ديزيبل ونكون خلصنا شغلنا من هون هذا بالنسبه لللود سيف واذا بعد في شيء ممكن نرجع منعيده اذا ناسي شيء اما في شيء ومرسي لكم